مساء الفل والجمال على مشاهدي قناة تن. كل يوم أكلة شهيرة أبو سيف، وكل يوم من واحدة لاتنين. مشرفاني النهاردة طبعا حبيبة قلبي مكملة معايا الأسبوع شيف هالة حبيبتي اللي دايما بنتعلم بقى كل حاجة جديدة أوي. أنا خلاص بقى وبنطبق والله. لا والتعليم واخد حده على الآخر. اولا ازيك يا شهيره؟ ازيك يا حبيبتي؟ إيه؟ الحمد لله يا رب كمان. دايما كده كنا ضيفه خفيفه عندك باذن الله يا حبيبتي. انت صاحبه البيت، نقدر نعمل كل حاجه حلوه. ربنا يخليكي. مساء الفل، مساء السعاده على جمهور تن الحبيب، وخصوصا جمهور كل يوم اكله. فعلا احنا كل يوم اكله. النهارده هنعمل مع بعض وصفه انا متاكده ان شهيره ما سمعتش عنها قبل كده. الجيل بتاعي بس هو اللي عارفها. احنا دايما متعودين السمك يا مقلي يا مشوي. أيوة. يا جزل، الجزل مقلي. لكن قليل قوي اللي يعرف يعني ايه صينيه سمك بالزيت والليمون. شوفوا اسمها لوحده تحس ان قلبك كده دق لها. صينيه سمك بالزيت والليمون، تتبيله على قد ما خفيفه جدا جدا، لكن عبقريه، حاجه كده من الاخر، سهله وسريعه. ومش بس كده، النهارده هنعمل كمان معاها عشان نكمل الغدوه بتاعتنا، هنعمل الرز الاحمر اللي بيتقدم مع صواني السمك. اراهنكم ان شهيره ما تعرفش يعني ايه اصلا رز احمر. والله يعني اكيد انت معلوماتك للسمك رز ابو بصل. الصياديه البني، البني ده. احمر ازاي؟ من عشر القوم انا في ده. احمره لا. النهارده يا شهيره هنعمل نوع من انواع الرز اللي بتتقدم مع السمك، وبتليق قوي قوي مع صواني السمك اللي هو الرز الاحمر. ناس كتير ما تعرفش الرز الاحمر تظبطه ازاي وتعمله ازاي. هنعمله مع بعض النهارده منتهى السهوله، بس طعم وريحه حكايه تحفه بمعنى اصح. ده هنقدمه جنب صينيه السمك اللي بايه يا شهيره؟ بالزيت والليمون. بالزيت والليمون. والله انا معلوماتي على الزيت والليمون مع الفول بس. لا النهارده بقى مع السمك. يبقى انا هتعلم النهارده مع السمك. التتبيله سهله جدا وسريعه. تقدري وانت مروحه تجيبي كده سمك حلو، يتعمل باي سمك يا جماعه. بس دايما بيبقى مع البوري ومع الدباره، نوع من انواع السمك عامل زي البوري كده اسمه الدباره. والدنيس كمان عشان ما حدش يزعل. الزيت والليمون بالذات بيبقى حلو جدا جدا معاه، بيدي تيست حلو قوي قوي، بيخلي السمكيه ما تشبعيش منها اكل. تعرفيش انت كلتي كام واحده كده بالصلاه وعلى النبي. ده اللي هنبتدي بيه النهارده ان شاء الله. يبقى نشوف بقى البوري. انا البوري بقى بالنسبه لي يا شيفالة ده مشوي. مشوي او سنجاري كده. يعني ده البوري بالنسبه لي. في يوم ان شاء الله نعمله مشوي بالرده، ونعمل الخلطه بتاعته اللي بنسقيها بيها، فظيعه بقى. تمام. بس النهارده الافظع والاسهل والاسرع صينيه السمك اللي بالزيت والليمون. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير، وبعدين ندخل على التحضير. سمك بوري، تعالوا لاول تتبيله. ملح، كمون، شطه، وطبعا ممكن اشيل الشطه. طبعا. تمام، بسيطه جدا يعني. سهله قوي. تمام. ملح وكمون وشطه. دي التتبيله الاساسيه. بعد كده عندي ليمون وتوم مفروم وزيت، هي دي التتبيله بس كده. شفتي خلاص كده؟ خلاص. حلوه قوي. بس خطوات الشغل هي اللي هتفرق. ايوه، مش المقادير. ندخل بقى على الجد. ايوه ندخل على الجد. أيوة. هنقدم جنبه زي ما اتفقنا الرز الاحمر، رز السمك الاحمر. كيلو رز، بصله مفرومه، صلصه، مكعب مرقه، ملح وكمون وزيت. بس دوري كده في المقادير كده يا شهيره، في حاجه صعبه؟ لا خالص. في اسم غريب؟ لا. في حاجه مكلكعه؟ خالص ابدا خالص. على الرغم ان هنطلع اكله النهارده ما شاء الله تبارك الله عليها. بسم الله. عسل يا جماعه، بمعنى كلمه عسل. وكمان هنستعين بالشيف شهيره، الشيف الاستاذة الاعلامية شهيرة. مش كده يا استاذ طلعت؟ نبدا بقى بالجلافزات. هو ده، البسي جلافزاتك نبدا يلا عشان هنستعين بيك. بصوا يا جماعة، لو تلاحظوا ان احنا كان عندنا في المقادير في مجموعة توابل، ملح، كمون، شطة، دول الاساسي معايا. تعالوا نشوف هنعمل ايه، وهنستعين بيكي طبعا يا شهيرة. ايوه. بصي يا ستي، دي هتبقى اول خطوة معايا. هجيب بولة كده بسم الله، واحط فيها الملح، واحط الكمون، زودوا الكمون شويه عشان الكمون حبيب السمك. وكمان شطه او بابريكا، ماشي؟ يعني انا دي خلطه بعملها، شطه على بابريكا
علشان ما يبقاش لما المقادير عندي يبقى فيها شطه ما استخدمش شطه بيور فتخلي لي الاكله مولعه. فانا بعمل ميكس كده. اعملي عندك في البيت شطه على بابريكا. بابريكا بس. طب عايز اسالك سؤال، بابريكا ده اللي هو ايه بقى؟ طب انت قلتي لي عايزه اسالك سؤال، انا قلت لك ماشي؟ لا يعني انا ما قلتش ماشي، بنحاول نتكلم يعني. انا قلت لك ماشي اسالي، ده بتقولي عايزه اسالك سؤال وراحت داخله في السؤال على طول. طب انا نعم. البابريكا دي عايزه اعرف ايه البابريكا دي؟ البابريكا البابريكا في البابريكا البارده اللي هي الحلوه، ده الفلفل الاحمر البارد بيتنشف وبيتطحن وعملناه قبل كده عندي على اليوتيوب. ماشي. في بقى البابريكا الحاره اعملها لك يا قمر بس كده. لازم تعملي لنا الحاجات دي. انت تؤمر يا باشا. نزود الكمون شويه. البابريكا الحاره اللي هي الحراقه بقى، ده القرون الفلفل الحاميه برضو بتتنشف وبتطحن. ماشي. اهم حاجه في تنشيفها ايه بقى؟ مش هتصدقي ايه بقى. وده يا جماعه سر ليه كنتوا بس لحبايبنا بس، حبايبنا وشهيره بس. اهم حاجه انه ما يتعرضش للفرن ولا يتعرض للشمس. لو اتعرض للفرن طعمها هيمرر، لو اتعرضت للشمس هتسود. امال ازاي انشفها وتديني اللون الاحمر ده زي ما هي كده جوه الشقه في البيت تحت المروحه بس، مش اكتر من كده. اغسلها القرون وانشفها كويس وبدككها في حبل زي العقد. ايوه. ماشي. واحطها في اي جنب في البيت كده واسيب المروحه دايره عليها في اي ركن في اي اوضه كده تنشف معايا. هتغيب شويه، تاخد لها 3 ايام 4 ايام بس تنشف حمرا زي ما هي وطعمها وريحتها فيها زي ما هي. تمام. شمس لا، فرن لا. اتفقنا؟ اتفقنا. وده خلاص. سر من اسرار امهاتنا زمان. فاكرين الباميه لما كانوا بيعملوها زي العقد كده؟ بيعقدوها. ايوه. نفس الحكايه بالظبط. وبعدين اضربها بقى في كبه او في مطحنه بتاعت الفلفل لما مثلا لما تنشف خالص. شيلي بقى العين الاخضر ده وحطيها في الكبه، اضربي تروح نازله لك بقى يا ستي كده بدون اي اضافات خالص. الله. طب ما دي حلوه. الحاميه والبارده بس. بس زي ما بقول لكم النصيحه بتاعتي يا جماعه، النصيحه ان اي حاجه هنشفها لا شمس ولا فرن، لا شمس ولا فرن. طيب ايه تاني المره بقى واحنا بنتكلم؟ البصل الباودر، التوم الباودر، نفس الحكايه، ولا تعرضيه الفرن ولا تعرضيه الشمس. امال ايه؟ فرجيه في صاج كده، حطي عليه شاشه، اركنيه في المطبخ يومين ثلاثه ان شاء الله 10 ايام لغايه ما ينشف خالص. تيجي تمسكيه بايدك كده تلاقيه بيتكسر، بيبقى باودر معاكي، اطحنيه. ده اللي يديك الطعم والريحه الاصليه بتاعه الحاجه، بتاعه الفلفل او بتاعه البصل. معلش. سؤال. استغفر الله. مسموح؟ اتفضلي. مسموح؟ اتعلمت. قلت لي هنفرده كده، يعني انا بقطع البصله كلها وافرطها كده من بعض، يعني اقطعها كده زي كده بس 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 ارفع ارفع كمان. تمام. بالشكل ده كده. ما ينفعش اضربها في الخلاط؟ مش هرد. طيب. ممكن ما ردش. يعني انا ممتنعه عن الرد. اطحنها اقوم حطها في صينيه. تعالوا نعمل السمك. نعمل من فضلكم. السمك احسن. يلا. طيب ناخد جيجي. يا جيجي اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الضحكه الحلوه يا قمر. ازيك يا جيجي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخباركم ايه يا روح؟ الحمد لله. شايفه يا جيجي شهيره بتعمل فيا ايه؟ ازيك يا جيجي؟ ما ينفعش ما ينفعش البصل يتحط في الكبه، ما هينزل ميه. قولي لي وقولي لها انت، قولي لها عشان ينشف. عشان كده قلت لها ينفع ما ردش. ينفع ما ردش. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا جيجي. الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه دي حبيبتي. ربنا يخليكي يا جيجي. يلا الغدا النهارده سمك. خلينا كل جمعه كده نقول لك عايزين نيجي ناكل. يلا يا قمر كده نشم كل جمعه كده. واضح ان انت من مدمنين السمك، بتحبي السمك. ده حقيقي. عشان كده الف هنا وشفا. تسلمي ايدك يا حبيبه قلبي. وجمعه مباركه عليكي وكده يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ربنا يديك الصحه يا حبيبه قلبي. اشكرك يا قمر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام. يا حبيبتي وانت طيبه. تسلمي يا قمر. تسلمي لنا. بصوا يا جماعه كده بنعمل ايه بقى؟ بنقطعها كده بنفتح في السمكية، لان السمك البوري ده تخينه، اللحمه بتاعته من هنا تخينه، فعشان يشرب التتبيله صح ويطعم صح وفي نفس الوقت يستوي مظبوط، والحركه دي ما بتخليش اللحمه بتاعته تنشف على ما تستوي، بتدي طراوه، بتدخل كمان حراره جوه اللحمه فتستوي من غير ما تنشف ومن غير ما السمكه تنزل ميتها. الحركه دي يا جماعه مهمه جدا، التفتيح ده
اهم بصوا ازاي ادي السمكتين بتوعنا. يلا يا شهيره البسي جلافظاتك. لبست اهو. طب مستنيه ايه؟ هاجي انا جايه. يعني مستنيه عزومه ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. طلع طلع. يلا بينا. بصي يا ستي هتاخدي الطبق ده قدامك فيه سمكيه. تمام. نشيل بس كل ده كده. نزق يلا. بصوا هنعمل ايه بقى؟ بالتتبيله اللي عملناها دي. هناخد الاول كده نفتح السمكيه ونرش كده جوه نطعم السمكيه بالخلطه دي. بالتوابل بالشكل ده. ودعكي كده قلب السمكيه من جوه، بس ما تاخديش كتير. حاضر. مش كتير، بصوا انا بطعم بس. اهو شايفين ازاي؟ من كل حته كده. بهذا الشكل، وبعد ما ترشي كده تروحي دعكيها بصوابعك، يعني توزعي التتبيله كده في كل حته. برافو يا شهير. يلا يا قمر. انا هخلي شهيره تتخرج من البرنامج. والله والله. بصي بقى يا شهيره، شايفه اللي وقع ده؟ على الخشبه ده؟ ايوه اللي هو عندي هنا ده. على البلانش عندي او على الطبق عندك. تروحي جايه بقى ايه لما السمكيه كده بيه. بصي اهو كده اهو. بس فهمتي ازاي؟ فهمت. بس ما تاخديش تاني عشان انت ايه كتير قوي. ما شاء الله يعني ظبطتي السمكيه. ظبطيها. بصوا الريحه طالعه رائعه رائعه. بصي بقى يا ستي اخر مرحله قبل ما نطلع فاصل، انا كده اللي هو طعمت السمكيه بره وجوه والقلب بتاعها. تمام. كويس. نجيب بقى العصاره. طبعا انا هديك انت العصاره يعني. ايوه عشان انا بحب جدا امسك الليمونه كده. بصوا بقى هعمل ايه. بفتح السمكيه كده وامسك الليمونه. بصوا ازاي عصري كده جوه. حاضر. اهي بعد ما تبلتها بالشكل ده، وبعدين على الجنب ده نعصر كده، وعلى الجنب التاني كده. السمكيه جاهزه وزي الفل. شايفين ازاي؟ شيل البذره دي. بصي الحلاوه. بصي بقى سلام. بعد ما بعمل كده بصي يا استاذ طلعت، بعد ما عصرت نص الليمونه ماشي، اروح جايه كده هنا وعامله كده في السمكيه كمان. حاضر. كمان. طعميه ده. بصي هتبقى طعمه ده. انا متخيله طعمها يبقى عامل ازاي. بصي الليمون عامل ايه اللي حصل؟ جريت. السمكيه صاحيه. الليمونه اللي صاحيه. اهو يا جماعه بس هنركنهم بقى كده بعد ما عملنا كده واديناهم المسحه الحلوه دي بالليمون. ونطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. فاصل صغير. اوعى كلامك يتغير. رجعنا تاني بعد الفاصل. انا عملت سمكتي. انا هقعد بصي انا هقعد بقى ايه. انا عملت شطوره سمكتي. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي احنا تبلنا السمك بالملح والكمون والشطه، وزي ما قلت لكم شطه على بابريكا. كويس كده. وبعد كده كل سمكيه جبت نص ليمونه وعصرتها في القلب، ورحت دعكه بنص الليمونه السمكه كلها. عارفين لو دخلت الفرن كده عسل. طبعا. بصي اهو طبعا بالشكل ده. طبعا اهي شوفي ازاي. بس تشيلي البذره دي، في بذره من الليمونه كده. هنعمل ايه بقى هنا ايه؟ دي بقيه التتبيله يا شهيره. ايوه اللي هي التتبيله اللي عملناها الباودر. عملناها من شويه. تمام. هروح جايبه ثوم حطها عليها. تمام ماشي. وبعدين ليمون كده اهو عليها. بصي ازاي. واحلى حاجه بقى ان الليمون يكون فريش، يعني تعصريه كده وانت شغاله، تعصري اول باول كده. ايوه فهمت. صح يا برد. طار زيه. طار ايه زيه. ماشي كده. وبعدين شغل ايدينا بقى، وهاتلنا شويه زيت. حطي لي بقى هنا شويه زيت. يلا كده اهو. بصوا يا جماعه ليه ما قلبتش بالمعلقه وليه بقلب بايديا؟ لان الفرك اللي بالصوابع ده هو ده اللي هيخلي الثوم يشرب كل التوابل اللي موجوده. لا عايزين شويه زيت حلوين كمان. بس شكرا. قلبي كده تاني. بصوا بقى مع الزيت. يلا يا شوشو اهو اهو. بصوا كده هنعمل ايه بقى. هروح واخده كده شويه من المعجون ده. بصوا بقى معجون عامل ازاي. والتتبيله بتاعته والريحه روعه. ريحته تحفه يا شيفال. بصي بقى فعلا. السمكيه برده نوقفها كده ماشي. ادعاكي كده، مش تكومي في حته، يعني ما تكوميش في حته. لا كده يعني في كل تتوزع. حته حتى الراس. بصي بصي بحط بطرح الخياشيم. عشان ده هيديني ريحه حلوه قوي للسمكيه تبارك الله عليه. تمام اهو. بصوا ازاي يا جماعه
حاجه بسيطه، ما تكوموش الثوم اهو وما بدعكش بالتتبيله دي من بره، عشان ده هيشيط في الفرن ومش هيدي شكل حلو للسمكه. يعني ده يبقى التتبيله لما نحط الثوم والزيت جوه. يبقى جوه بس، حتى ماشي. حتى الراس نفسها. بصوا حاضر. بص يا استاذ طلعت، بص المنظر، شايف من جوه عامله ازاي اهي. طيب لو بيناها كده اظن كده يا استاذ طلعت. يا سلام، ما تشكرنيش، ما فيش داعي للشكر يا استاذ طلعت، لما عبرني ولا عبرني. ماشي، حلو كده. حلو نجيب قوي. الصينيه بقى ونحط فيها كام حلقات بصل كده، حاجات بسيطه جدا. ماشي يا قمر. وبعدين فكيهم، وهات لنا كام حلقات ليمون. اكرام اهلا وسهلا. يا صباح الفل، صباح النور، صباح الحلويات، عليكي صباح، عليكي استباحه كده، بتدي طاقه ايجابيه تفاؤل. يعني اول ما تدخل كده. والله يا اكرام، على فكره احلى سمك ده بيتعمل يوم الجمعه دي بالخصوص. صح، جميل جدا. صح، ان شاء الله هنثبتها، يبقى كل جمعه سمك باذن الله. كم حلقات لميلي يا حبيبتي؟ تسلميلي، اشكرك يا اكرام، اشكرك حبيبه قلبي، اشكرك. بصي بس 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 تمام. بس كده كتير قوي. طيب بصوا يا جماعه، كام شريحه ليمون كده مع كام شريحه بصل. كويس، هنجيب بقى الليمون ده جنبنا، قلب السمكيه نفسه هحط فيه ان شاء الله شريحتين كده. يلا اعملي معايا كده جوه، بس ما تاخديش كتير عشان لسه احنا عايزين هنحط في الفتحات بتاع اللي بره دي كده يا جماعه. بصوا ازاي اهو كده. يلا هاتيها جنب زيها وقتها. ولا عكسها؟ اي حاجه. ماشي، استني حاسبي بس البلوزه بتاعتك. نشيل دي. خلاص الكمام باظت بس تمام يعني. طبعا كده يا جماعه، السمك متطعم من بره بالليمون، مسحه الليمون اللي عملناها عليه من بره، ومتطعم بالتوابل بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هروح جايبه اي نقطتين ليمون كده تاني من بره. ماشي، الحلاوه اللي فيه بقى التتبيله دي مع مزازه الليمون تحفه. وبعد كده انا متخيله، عارفه ايه الريحه اصلا لوحدها تخليكي عايزه استوي بسرعه، علشان انا عايزه. وبصي لون السمكه عامل ازاي. بعد كده بصي بقى، شويه زيت على ايديكي. ايوه، وتروحي عامله كده اهو. بصي بسيط كده عشان يدي لون الشوي في الفرن اهو يا ستي. شوفي، ويدي لمعه حلوه للسمك، تبارك الله عليه. الله، هاتلنا بقى دول، حطيهم في الفتحات. في الفتحات. ايوه تمام. يلا يا قمر، عشان المزازه تزيد وتزيد. ده حلو قوي الكلام ده. لا كلام، الله عليك يا شهيره، الله عليكي. لا بجد، الله عليكي، مستمتعه صح؟ جدا جدا. الطريقه سهله وجميله، وفي نفس الوقت يعني غير ان هي سهله وجميله، طعمه جدا، بتدي طعامه غير عاديه. الله اكبر عليها بجد. ريحه التتبيله يا شيف هاله حقيقي بجد عالميه. حلوه قوي. لا انا مش هعملها ده، انا كنت بعدل الصينيه. والله ما انا عارفه مش طلعت هيعمل فيا ايه لو شلتها. كده يا جماعه، التتبيله بتاعه السمك. اهم حاجه عندي بقى ان الفرن لازم يكون سخن جدا. لما اجي ادخل الصينيه دي في الفرن، لازم الفرن يكون على اعلى درجه حراره. لما يطلع بقى يا شهيره، تعالي نشوف الجمال. ايوه، شوفي الجمال. وتغزلي في الصواني بتاعتنا. بصي وتلقي، بصي الصوص بتاعه ده، هتلقيه. بصي انا، ما انا جايه، بصي انا بعمل ايه. الله، هروح واخدين من الصوص قبل ما نقدمه على طول ونلمع كده. بصي يلا خدي بقى. الله، اعيش بقى انا حياتي شويه. عيشي الحلويات. أيوة. دي ادي يا جماعه، السمك بيدخل على اعلى درجه حراره من غير ما يتغطى. على ما بياخد اللون ده بتكون السمكيه استوت. طبعا ما بتاخدش وقت خالص. قد ايه بقى؟ بس ما فيش 10 دقائق. وما بوطيش النار، تفضل زي ما هي. لازم عالية. يفضل عالي. تمام. لازم بنشغل النار من تحت بس. يعني من فوق ما يبقاش شغال، ولا شوايه ولا حاجه. لا 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 لا، حلو من تحت بس، وهو كده بيروح واخد اللون الجميل. ده وهو ني، وادي وهو مستوي. شايفه الجمال؟ بس يا قمر، دي الفرشه الحلوه دي. قوي. تسلم ايديك يا شهيره بجد. ده تسلم ايديك انت، شوفي الجمال. أيوة. بصي 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 بصي. الله يا استاذ طلعت، الله الله. بص، شوفي الحلويات، شوفي السمك عامل ازاي. هايل، ولا 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 خد لون مش حلو ولا اي حاجه خالص. وزي ما اتفقنا، اهم معلومه ندخله الفرن ايه؟ في درجة حرارة عالية، وما نغطيهوش، وما بنقللش درجة الحرارة. لا كمان خالص. تمام. خالص، ومش هياخد معانا وقت خالص. واوعي تقرصي عليه في السوا. هقول لكم على علامة مميزة. لما حروف الليمون تاخد اللون الغامق ده، تتلسع سيكا. حروف الليمون، ايوه زي ما شهيرة قالت كده، يتلسع
خلاص السمكيه تبقى استوت عشان تطلع طريه معاكي ما تنشفش في الفرن. اه فلحمتها تبقى ناشفه. اه لا دي بقى الله يشفيك. زبده زبده يا اخواتي زبده. مستعجله نكمل الغدوه. أيوة. هنعمل الرز الاحمر. ايوه شويه زيت في الحله السخنه. ما انا كنت عارفه انك هتقول كده. فايه كنا عارفين. فبلحق بلحق اوام اوام. بص يا استاذ طلعت قبل ما تطلع فاصل بص عايز يقول لي قولي قولي يا مغلباني زيت الله يكرمك يا رب الزيت في الحله وهنزل بالبصل كده متقطع. مش مفروم. لا مفروم كده وهفضل اقلب بقى في البصل يدبل بس من غير ما ياخد لون على ما هتطلعوا فاصل وترجعوا نكمل الرز الاحمر مع السمك ويبقى النهارده عملنا اكله من العيار التقيل اكله من الاخر تستاهل بقكم ان شاء الله. طلعينا فاصل صغير واوعى القناه تتغير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يا جماعه الريحه بتاعت السمك مش طبيعيه بجد وهميه. انا عارفه حاسه ان ايدي بتاكلني. انا عايزه أكل. انا عايزه اكل. وكمان لو حد بيحب الاكل الخفيف اكل الفرن السريع برضو هيبقى مناسب. ما خدتش جدا مننا وقت خالص خالص خالص. وطعمه يا جماعه شهي جدا. تتبيله الزيت مع الليمون مع مجموعه التوابل اللي عملناها بتدي طعم في منتهى الجمال. دلوقتي بقى كنا بنعمل الرز الاحمر. ادي البصل في الزيت زي ما قلت لكم ما بياخدش لون. ده انا بس بقلبه كده يدبل بس. يدبل بس وهو بيدبل كده شهيره اروح نازله بمكعب مرقه بفرفته كده بايديا. ايوه ماشي بفرفته. ها مش بسيحه فاكره. ايوه فاكره. وهو بيسيح كده مع البصل اشم الريحه بقى. حلو. نروح نازلين على طول بسم الله بالرز. بالرز تعالي بقى قلبي بقى. تسيبيني اقلب كنت لسه هقول لك قلبي شغلتي. بقى يا شيخه بقى. ايوه ايوه شغلتي. فين الملح؟ الملح كان هنا. ماشي عايزين شويه ملح وممكن نعتمد على الحضويه بتاعت مكعب المرقه. وهو بقى بتقلبي البصله كده معايا. هنزل بالكمون. ماشي كمون ده صديق السمك. وخدي بقى وخدي كمان معلقه الصلصه دي. تمام خدي معلقه الصلصه عليهم على طول. تمام كلها يلا خديها. كلها يلا. تمام شوحي كده كله. حاضر يلا عشان ما عندناش وقت عايزين نغرف. اهو اهو يلا يلا قلبي قلبي كله قلبي كله. شموا الروائح اللي طالعه بقى. ريحه رهيبه 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 بجد. رهيب ولا رهيب. والله عايزه لها اغنيه الاكله دي. ما انا قلت لك اهو رهيب ولا رهيب. ايوه قلبي قلبي قلبي. لا لا بسرعه بسرعه يا شهيره. رهيبه يا شيف هاله. بصي انا بحب ايه الواحد وهو بيعمل اكله. كانت امي زمان بقى الله يرحمها تقول لك ايه خلي قلبك حامي. يعني بسرعة ايه بسرعة. وتحمسي من الاكل حاميه يعني الحله انت ماسكاها. طب ما تقولي يا قمر. لا سخنه قلبي والله. خدي طب ما تقولي وكاتمه في قلبك وساكته. شفتي شفتي ايوه كده. بس قولي لي وانا احللك. بصوا لازم نوصل يا جماعه للمنظر ده. ان الرز يتشرب من الصلصه كده ويتشرب المكعب اللي حطيناه. تمام كله نفس شم الريحه اللي عماله تطلع. ريحته فظيعه. شمي أيوة. تخيلي بقى ده طعمه هيبقى عامل ازاي. طب انا ممكن اسالك سؤال كده زي بعض ممكن بعد اذنك يعني. يلا بسرعه واحنا بنحط الميه. يلا يلا ينفع احط طماطم بدل الصلصه؟ ينفع. تمام عصير طماطم في الخلاط. ينفع جدا برده. تمام بصوا قلبي بالراحه 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 بالراحه. بياخد عقد الميه العادي بتاع الرز العادي جدا. لا بنزود ولا بنقلل. حلو ده. خلاص ازودك شويه كمان. اظن الريحه يا شهيره تحفه بتعرفك طعمه هيبقى عامل ازاي. تبارك الله عليك ما شاء الله. قوي وسهله قوي. شويه ملح ولا لا لا خلي مكعب المرقه كده. تمام تمام خلاص غطي بقى. بص بص استني استني. بص يا استاذ طلعت المنظر. بص اللون ده اللي الرز هياخده. ده بقى يا جماعه الرز السمك الاحمر. ده اللي بيليق جدا مع صواني السمك. طيب شهيره عندنا زي ما استاذ طلعت جايب لنا بقى المستوي كده. عندنا كذا كذا سؤال.
امتى اقدم رز احمر، امتى اقدم رز صياديه البني اللي بالبصل، امتى اقدم رز ابيض. انت عارفه السؤال ده؟ لا امتى يعني؟ طيب نجاوب عشان خاطر شهيره. بص يا شهيره، اي سمك مشوي بالرده بيتقدم معاه رز ابيض. المشوي بالرده رز ابيض. من غير شعريه. شعريه؟ رز ابيض بس. تمام تمام. ايه رايكم؟ مش هتكلم، كفايه الضحك اللي انا سمعته بس كفايه. الرز الابيض يا جماعه مع اي سمك بالرده. تمام. ماشي. بعد كده اي مقليات، جمبري مقلي، سمك مقلي، جزل، كله يتقدم الرز البني اللي بالبصل. بعد كده اي صواني سمك يتقدم الرز الاحمر. حاضر. يلا بينا بقى، يلا نغرف، بس نغرف 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 وخلاص بسرعه بسرعه. بسم الله. ايوه اهو. بصي يا سلام، يا جماله يا جماله يا استاذ. بص المنظر بقى يا استاذ طلعت، يا جماله يا جماله. بالراحه بقى خالص كده. ايوه. ليه حطينا ورق زبده وليه حطينا ورق الومنيوم؟ لان السمك سهل انه يلزق معانا. بس شوفي ازاي، بصي المنظر عامل ازاي اهو. وادي صينيه السمك دي بقى هنقدمها في طبق حلو كده. على ما تطلعوا فاصل وترجعوا لنا نكمل الحلقه بتاعتنا، لسه عندنا مفاجآت وعندنا فقرات هتعجبكم جدا ان شاء الله. اطلعوا فاصل وارجعوا لنا نكمل الحلقه سوا. فاصل صغير واوعوا القناه تتغير على ملايكم.